الحقيقة إن مفيش كلام من امبارح في العالم كله إلا عن افتتاح أولمبياد باريس اللي استمتعنا بيها طول 3 ساعات متواصلة. شفنا فيها مشاركة أكتر من 10,000 رياضي في 206 دولة هيشاركوا في 32 رياضة. حفل افتتاح مبهر، خاصة إنه أقيم لأول مرة بعيدا عن الملاعب، لأن الدولة الفرنسية اختارت إنه يتعمل في نهر السين. وشفنا 85 قارب وهم بيحملوا الأبطال في عرض رائع، حضروا أكتر من 80 من رؤساء الدول والحكومات. ورغم المعوقات اللي شفناها قبل ساعات من الافتتاح زي تخريب خطوط السكك الحديدية اللي حصلت في باريس وحالة الطوارئ اللي عاشتها باريس، بس الحفل عدى على خير بعد ساعات من القلق الأمني. صحيح، طبعا الحفل كان رائع، وأكتر حاجة عجبتني في أولمبياد باريس إن لأول مرة في التاريخ الأولمبي هتوصل نسبة مشاركة السيدات ل 50% من عدد الرياضيين المشاركين، عشان يكون في مساواة ما بين الجنسين في المشاركة في المنافسات. وكمان ده شفناه في رفع العلم الوطني. زمان كان بيكون في رياضي واحد اللي بيرفع العلم، لكن دلوقتي رفع العلم الوطني بيكون مشاركة ما بين بطل وبطلة. عندنا مثلا امبارح شفنا البطل الأولمبي أحمد الجندي والبطلة الأولمبية سارة سمير، وهم رافعين العلم في افتتاح الأولمبياد في مشهد رائع. طيب تعالوا نعرف تفاصيل أكتر عن الأولمبياد من المهندس شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث اللي بينضم لنا هاتفيا من باريس. صباح الورد على حضرتك. صباح النور العبد، تشرفنا. طبعا كان احتفال رائع امبارح، وعايزين بقى نعرف من حضرتك، شفت ازاي الافتتاح الأولمبياد امبارح ومشاركة البعثة المصرية؟ الافتتاح امبارح طبعا زي ما حضرتك قلتي كان افتتاح مختلف، الأول مرة بيتعمل خارج إطار الاستاد الرسمي على نهر السين، كان مختلف صحيح. تماما، يمكن كان افتتاح مبهر زي ما شفتوه، كان مدته طويلة جدا، أبطالنا وبطلاتنا يعني يشرفونا، وكان شكل رائع جدا حقيقيهم في هذا الافتتاح. عدد كبير جدا من لاعبينا ولاعباتنا كانوا على المركب، وزي ما شفتوا 206 دولة، مصر كان لها مكانة كبيرة جدا، لأن مصر عددنا كبير جدا، احنا تأهلنا ب 149 لاعب ولاعبة، بقينا 148 بعد استبعاد اللاعب شهر. لازم تبقى عارفين مش ال 148 كلهم موجودين هنا حاليا، مش ال 148 كلهم بيسمح لهم انهم يكونوا موجودين على المركب. احنا كان الكوتا بتاعتنا 81 فرد على هذه المركب يعني، وكان عددنا عدد كبير بالنسبه لباقي الدول اللي متاهله باعداد اقل بكثير، 10,500 لاعب ولاعيبه فقط من العالم هم اللي بيتاهلوا في 32 لاعبه زي ما حضرتك قلتي. فلازم نكون فخورين جدا جدا بلاعبينا اللي تاهلوا، ونتمنى لهم طبعا التوفيق في ما هو قادم. طيب مهندس شريف، يعني خليني اعرف من حضرتك، طبعا احنا سمعنا عن العقبات والمشاكل اللي حصلت وقت الافتتاح، فهل دلوقتي نقدر نقول ان المشاكل دي اللي كانت موجوده تم حلها والبعثه دلوقتي قادره تركز على البطولات او المنافسات؟ المشاكل دي مشاكل طبيعيه موجوده في كل دوره اولمبيه، يعني طبعا كل مدينه بتبقى مختلفه عن الثانيه، العقبات بتبقى مختلفه لما نتعامل معاها اول باول. المشاكل الاساسيه اللي كانت موجوده في باريس الحقيقه كانت مشاكل الاكريديتيشن والفيز، ودي كانت مشكله كومن لجميع الدول، يعني دي شكوى عامه من جميع الدول، كان في تاخير كبير من اللجنه المنظمه في بعد الاكريديتيشن، بعد الفشاد الامنيه بتاعتها كلها للدول، وده ادى طبعا لتاخير في بعض الفيز وتغييرات في تذاكر الطيران لينا ولغيرنا يعني. كانت ايضا معوقات في ان حتى بعد الوصول هنا الى باريس، ان يكون الشخص او اللاعب او اللاعبه او الاداري او المدرب مش متسجل على السيستم او مش مسمع في السيستم زي ما بنقول، يعني الفيزا والكشف الامني، فبيضطر ساعات بعض اللاعبين والاداريين يستنوا لبضع ساعات، وصل ساعات الى 3 أو 4 ساعات لغايه ما الاكريديشن يتم. يعني كلها امور طبيعيه، يعني نقدر نقول امور يعني بتحدث يعني عليها الرياضيين متعودين عليها، انما الاجواء كويسه، القاره الاولمبيه على احسن حال، لعبتنا بتتمرنوا، لعبتنا جاهزين للمنافسات، ان شاء الله يكون
تقيل جدا، في منافسات كتير جدا سواء كان جودو ولا سلاح ولا كرة القدم وكرة اليد، يعني عندنا منافسات كتير طبعا عندنا صحيح. طيب عايزين نسأل حضرتك برضو، عشان احنا طبعا كلنا حماس، فعايزين يعني نسأل حضرتك على المباريات اللي هتقام النهارده، وايه مثلا اللي ممكن يقربنا كمان للميداليات؟ الناس لازم تبقى صابره على المنتخب الحقيقه، او على لاعبي منتخب مصر في جميع الالعاب، لان الميداليات لما بتبدا بمرحله التصفيات، فالالعاب الجماعيه كلها مراحل تصفيات، حتى الالعاب الفرديه في تصفيات ثم نهائيات، سواء كانت في نهايه اليوم او في ايام بعد كده. فرص مصر في الميداليات احنا قلناها قبل كده، كره الاقوى هي موجوده في الاربع ايام الاخيره للاولمبياد، وده لظروف ترتيب الالعاب فقط لا غير، مش لحاجه ثانيه يعني. زي ما انتم شفتوا احنا عندنا فرص الحقيقه في الالعاب الجماعيه في كره القدم وكره اليد. صحيح كره القدم البدايه ما كانتش موفقه قوي، ان شاء الله يعوض النهارده قدام اوزبكستان. كره اليد هيبدا اول مباراه دي النهارده امام المجر، نتمنى لهم التوفيق، مباراه مش سهله ابدا، انما ان شاء الله هم قدها ان شاء الله ويقدروا يفرحونا باذن الله، دايما يفرحونا دايما ان شاء الله. الالعاب الفرديه لسه طبعا الخماسي الحديث هيبدا في الاخر، رفع الاثقال هيبدا في الاخر، المصارعه هتبدا في الاخر، انما السلاح هيبدا النهارده. احنا متفائلين بالسلاح بقى النهارده. طبعا متفائلين بالسلاح النهارده، يمكن النهارده السيف مبارزه بنات والسيف ايوه ان شاء الله يجيب ميداليه ان شاء الله. زياد السيسي ان شاء الله يجيب لنا ميداليه النهارده ان شاء الله. يمكن القرعه برضو يعني ساعات بتخدم وساعات ما بتخدمش، في عندنا بطلين في السلاح يعني خبطوا بعض في دور الدور الاول الحقيقه، هيخبطوا بعض والبتاع في السلاح نوك اوت، واحد منهم هيقلش من الاول يعني، انما هي دي الرياضه صحيح. وده التصنيف اللي فيها، ولازم يبقى فيه روح رياضيه برضو طبعا ايا كان. ان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق. احنا بنشكر حضرتك جدا المهندس شريف العريان الامين العام للجنه الاولمبيه المصريه ورئيس اتحاد الخماسي، ان شاء الله بنتمنى لهم كده التوفيق ان شاء الله ويرجعوا بالنصر ان شاء الله باذن الله طبعا.